والله هنا تو باش ندخلو لجهة العصافر، هذوما الأعشاش والأكسسوارات تاع العصافر، وباش ندخلو لجهة عصافر الكناري والمقنين وكل شيء. ديجا بدينا ندخلو عصافر الزينة وخاصة الكناري والمقنين. ان شاء الله تبقى بس عندنا. الكناري وين؟ معناها نشوفوا عصافر الزينة ما شاء الله، معناها انواع بشكل، كل واحد والفصيلة نتاعو، كل واحد والغذاء نتاعو. هذا المقنية السحو ما نشوف فما ما غالي موجودين يوصلوا 300 400 ألف موجودين ما غالي باه يعني في التركيز اسمك عصافر الزينة لهنا بجميع أنواعها، الأنواع الكل حتى الإفريقي. الأطعمة ذوما الزوين تاع العصافر، هذا المقنين، وما أدراك ما المقنين. هذوما اسمك الزينة جعلنا لهم عم 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 تفضل
الجبل. ثم لهني لك السوارات المستعملة الإلكترونيك المستعمل. أبي جيب لك أقسم من هذا. لا هذا يسميه توخن طافي. والله 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 يسميه توخ